الأوطان لا تحمل في الجيوب. من حمل وطنه في جيبه لا وطن له، ولكن من حمل وطنه في قلبه وإرادته فوطنه مهما توالت عليه الويلات والمحن فإنه حي. رأيناكم في الكنيسة تنشدون ما تعلمنا الطقوس أن ننشده في مثل هذا اليوم من أيام الصوم والآلام، وإن آلامكم التي أشرنا إليها في الكنيسة عندما خاطبناكم هي التي ستتحول فرحاً، لأننا قلنا أن الصليب لا يبقى صليباً إلى النهاية، إنه يتحول قيامة. صليب لبنان ستكون قيامته. لا نريد أن نطيل الكلام، إنما سيكون لنا معكم لقاء آخر. نسأل الله أن يبقي لكم همتكم وعافيتكم وحنينكم إلى وطنكم. وقد سمعنا الذين ينشدون أننا لسنا بقوم ينوحون ويبكون على الأطلال. لا، لن نبكي على الأطلال، إنما نحن قوم أحببنا الحرية. ويدون حرية لا يمكننا أن نعيش، نقولها صراحة. لا نذهب إلى ما قاله الشاعر قديما: ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. لكن هذا لا يعني أننا لا نحب الاعتدال ونكره التهور. في القضايا الوطنية يجب أن يكون هناك تعقل، يجب أن يكون هناك تبصر، ويجب أن نعرف أين نحن ذاهبون. وإن مثلاً تعرفونه يقول: ساعد نفسك تساعدك السماء. لا ننتظر أن المساعدة من أحد إذا نحن لم نعرف أن نساعد.